والصلاة والسلام على رسول الله. نشكركم ونشكر أهل المغرب وأهل العرايش على حسن الضيافة وعلى الاستقبال الطيب، وهذه المشاركة دلت على الربطة والتلاحم بين الشعب القطري والشعب المغربي. ونتمنى إن شاء الله أن احنا كجمعية قناص القطرية أن نقدم يعني كل سنة الأفضل والأحسن مع أخواننا في جمعية عبد الصمد الخنفاوي، ونتمنى إن شاء الله للجميع التوفيق، ونتمنى للشعبين التوفيق، ونقول مرحبا ومسهلا في الجميع وأهل العرايش في جناح جمعية القناص في حديقة الأسود، ومرحبا ومسهلا بالجميع. اولا شكرا سي هشام، شكرا المنابر الاعلاميه اللي كتقوم بالتغطيه الاعلاميه لهذا الفيستيفال. كيف ما كتعرفوا ماشي ثانيه كرئيس وثانيه عشر كمنظم. الدوره الاولى كنت فيها منظم في اللجنه المنظمه، والحمد لله انا حاليا رئيس لجمعيه عبد الصمد الخنفاوي. كيف ما كتعرفوا اليوم الافتتاح الرسمي لفعاليه مهرجان العرائش الدولي للثقافه والفنون في اطار الاحتفالات بعيد العرش المجيد. مهرجان عنده بلاصتو في المدينه وفي المغرب، الحمد لله كنحظوا بالرعايه الساميه ديال سيدنا الله يسرو، كينعم علينا السنه الخامسه على التوالي حاليا. فسكنت مدينه العرائش وسكان المغرب مرحبا بالجميع معنا. كما كتعرفوا الافتتاح هو اليوم كيكون عباره عن كرنفال اللي كيجيو في شوارع مدينه العرائش. كاين امسيات فنيه اللي غتعتمد على الفولكلور الشعبي او الفرق ديال الفولكلور الشعبي، غتكون في الساحه ديال مدينه العرائش ككل. وغنحاولوا نقوموا بواحد الافتتاح في المركب الثقافي اللي كتشهدوا مدينه العرائش في الايام الاخيره تم الافتتاح ديالو واللي كتسخر به مدينه العرائش. فاللي يمكن لي نقول في هذا اللقاء هو ان مرحبا بالجميع، مرحبا بسكان مدينه العرائش، هذا عرسهم كنحتفلوا بسيدنا كنحتفلوا بعيد العرش، فمرحبا بالجميع وشكرا لكم.